أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، وقبل أن نبدأ هذه الفقرة الأخيرة في هذه الليلة واستدراكا لما ذكرناه في الفقرة السابقة، نؤكد على أن اعتذار مؤسسة الرئاسة الذي صدر منذ قليل كان موجها للقوى السياسية والحزبية المصرية التي شاركت في جلسة حوار الرئاسة حول سد النهضة بالأمس. أرحب بكم مجددا في هذا اللقاء، حيث سنتحدث عن قضية التمويل الأجنبي. قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية عاملة في مصر بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وحتى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتغريم جميع المتهمين مبلغ 1000 جنيه لكل منهم. كما أمرت المحكمة بحل فروع المنظمات الخمسة، وهي المعهد الجمهوري الأمريكي والمعهد الديمقراطي الأمريكي ومنظمة فريدوم هاوس ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومنظمة كونراد الألمانية، مع إغلاق جميع فروعها في مصر بكافة المحافظات ومصادرة أموالها بالكامل والأوراق التي تخصها وجميع ما تم ضبطه بتلك الفروع. الجدير بالذكر أن القضية تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين أو متهمين مصريين. على أي حال، سنرصد بالتحليل في هذا النقاش الأبعاد القانونية والسياسية لقضية التمويل الأجنبي مع ضيفي في الاستوديو. أرحب بهما الأستاذ محمد لاشين المحامي بالنقض والدستورية العليا. أستاذ محمد، أهلا بك معنا. كما أرحب بالأستاذ محمد منيب جنيدي المحامي بالنقض والدستورية العليا أيضا. أستاذ منيب، أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك. طيب اسمحوا لي بس قبل أن نبدأ هذا النقاش نتابع جانبا من جلسة النطق بالحكم ثم نبدأ الحوار معكم، ابقوا معنا. حكمت المحكمة حضوريا لكل من أحمد شوقي أحمد محمد هيك أحمد عبد العزيز عبد العال أحمد زكريا الباق حسام محمد علي برعي روبرت فريدريك بيكر محمد أشرف عمر لودا سعيد أحمد علي حفصة ماهر حلاوة أمجد محمد أحمد مرسي الشريف أحمد صبحي منصور محمد أحمد عبد العزيز سعيد باسم فتحي محمد علي محمود مجدي محرم حسين مصطفى يحيى زكريا غانم إسلام محمد أحمد فؤاد شفيق كريستين مجد، وغيابيا لكل من صمويل أدم لحود وشريطه سام لحود شيرين سيهاني كريستيان أنجل بان إيريك سورت تشات هانز كريستي هولنز جون جورج توما ريدا خضر عبد الهادي سامة غريزي ساينا مارك جيسكا إليزابيث جولي أند هوز المادين كورتوفيتش بوديمير ليلى وداد جعفر مبيانا كوفاشوفيتش استيسي لينهاج دانا جاكونو علي جودة الحاج سليمان مارون عبد صغير صفير مايكل جيمس تشارلز دين سمير أمين سليم جراح نانسي جمال الدين حسن عقيل باتريك بيتلر ناتاشا تاينز ميدا ميشيل بيترز أندرياس جاكوس. أولا بمعاقبة كل من صمويل آدم لحود وشريط وسام لحود شيرين سيهاني نانفيت كريستان أنجين بان إيريك سورت شاك هانز كريستي هولزن جون جورج ريدا خضر عبد الهادي أسامة غريزي ساينا مارك جيسكا إليزابيث جولي أند هوز المدين كوتوفيتش بوديمير ماليتش ليلى وداد جعفر ماريانا كوفاشوفيتش استيسي لين هاج دانا كونو علي جودة الحاج مارون عبدو صفير مايكل جيمس تشارلز دون سمير أمين سليم جراح نانسي جمال الدين حسن عقيل باتريك بيتلر ناتاشا تاينسي ميدا ميشيل بيتز أندرياس جاكوب بالسجن لمدة 5 سنوات وبتغريم كل منهم 1000 جنيه. ثانيا معاقبة كل من روبرت فريدريك بيكر الشريف أحمد صبحي منصور
محمد احمد عبد العزيز سعيد، يحيى زكريا غانم، كريستين ماري جريت، بالحبس مع الشغل لمده سنتين وبتغريم كل منهم 1000 جنيه. ثالثا، معاقبه كل من احمد شوقي احمد هيكل احمد عبد العزيز عبد العال علي احمد زكريا ابو باب ادم عصام محمد علي برعي محمد اشرف عمر كامل روضه سعيد احمد علي حفصه ماهر حلاوه امجد محمد احمد مرسي باسم فتحي محمد علي محمود مجدي محرم حسين مصطفى اسلام محمد احمد فؤاد شفيق بالحبس مع الشغل لمده سنه واحده وبتغريم كل منهم 1000 جنيه وامر بوقف تنفيذ عقوبه الحبس لمده سنه واحده وبتغريم كل منهم 1000 جنيه وامر بوقف تنفيذ عقوبه الحبس لمده 3 سنوات تبدا من تاريخ اليوم. رابعا، بحل فروع منظمات المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدم هاوس بيت الحريه والمركز الدولي للصحفيين وكونراد ادينور واغلاق اماكنهم ومصادره الاموال والامتعه. ومصادره الامتعه والادوات والاوراق وجميع ما تم ضبطه بتلك المقررات والزمت جميع المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائيه. خامسا، بعدم قبول الدعاوى المدنيه والزام رافعيها المصروفات وابلغ 100 جنيه اتعاب المحاماه. رفعت الجلسه. رفعت الجلسه. ارحب بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء، كان هذا جانبا من الجلسه التي تم فيها النطق بالحكم في قضيه التمويل الاجنبي وتعقيبا وتحليلا على ما هذه القضيه عامه من الناحيه السياسيه والدلاله القانونيه لها. سيدور الحوار مع ضيفي في الاستوديو الاستاذ محمد لاشين والاستاذ محمد منيب جنيدي. ابدا بسؤال يعني لضيفي الكريمين، السؤال هنا هل من دلاله قانونيه وسياسيه لمنطوق الحكم اليوم؟ ابدا بالاستاذ جنيدي ولا بالاستاذ لاشين؟ لا، محمد بن منيب يعني هو استاذنا. ربنا يبارك فيك يا محمد، ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. خليني في عجاله اذكر الساده المشاهدين ونتذكر سوا ان هذا الموضوع بدا بعد ثوره يناير بحوالي 6 شهور باعلان للسيده فايزه ابو النجا الوزيره في هذا الوقت والتي كانت وزيره في ايام مبارك ايضا بان هناك منظمات تعمل في مصر بعضها دولي بعضها منظمات دوليه وبعضها منظمات محليه قد تلقت تمويلا بالخارج اضرارا للاضرار العمدي بمصالح البلاد. وحددت اسماء من المنظمات، النائب العام قرر احاله الامر الى قاضي تحقيق، 2 من قضاه التحقيق خاصين فقط بهذا الموضوع حققوا واستقروا على ان المنظمات المحليه يستبعدوها وفقط يتعاملوا مع المنظمات الدوليه. وطلعوا لأول مرة في مؤتمر صحفي قبل قرار الإحالة ليعلنوا أنه ثبت لديهم، وكان فيهم واحد حتى واقف معاه خريطة بيأشر عليها، أن هذه المنظمات قد تلقت أموالنا، يعني الكلام اللي قيل، فأحيلت المسألة للمحكمة. لو نتذكر جميعا القاضي الذي أحيلت إليه القضية تنحى ورفض استكمال نظر القضية لمحاولة تدخل السلطات في عمله بعدما اتصل به رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق لو نتذكر اللي كان عضو اللجنة العليا للانتخابات أيضا، وطلب منه إخلاء سبيل المتهمين الأجانب والسماح بسفره. رفض هذا القاضي المحترم وطلع أعلن هذا الكلام بالليل الساعة 2 الفجر، طيارة خاصة جت من أمريكا كادت حوالي 30 متهم وسافرت. نظرت القضية بعد ذلك بالمتهمين المصريين والأجانب المحترمين اللي أصروا أنهم ما يسافروش ويمثلوا أمام القضاء المصري الذي يفترض أنه يتصف أمامهم بالحياد، أن هناك عدالة، أن هناك إعمال للقواعد القانونية التي نعلمها جميعا والموجودة في كتب القانون. استمرت الجلسات، والجلسات لم تقدم فيها النيابة أدلة واضحة على إدانة المتهمين. هذه المنظمات بالمناسبة كلها بتعمل في مصر منذ حوالي 20 سنة معظمها على الأقل،
وهنا عايز اقول ان مش كلها في وضع متساوي ولا يعني لا ينبغي ان تؤخذ جميعها في ذات المراكز القانونيه. بعضها كان بيعمل يعني هو تابع لاحزاب سياسيه زي المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي، كلاهما تابع لحزب الشهير الديمقراطي والجمهوري الامريكي. بعضها لم يكن كذلك. منها مثلا على سبيل المثال منظمه اسمها المركز الدولي للصحفيين، مش المركز الدولي الامريكي، ما فيش حاجه اسمها امريكي في اسم المركز، هو اسمه المركز الدولي للصحفيين، مقره الرئيسي في واشنطن. هذا لم يفتح له مقر في مصر مثلا. قدم اوراقه الى وزاره الخارجيه، ووزاره الخارجيه طلبت منه استئجار مكان ويجيب عقد الايجار لان ده من الاوراق المطلوبه وفق القانون. فاستاجر مكان فقط لكي يستكمل الاوراق حسب ما قال له السيد السفير المسؤول عن تاسيس الجمعيات في وزاره الخارجيه المصريه. استكملوا الاوراق، استقبلهم السفير، قال لهم هنبعت لوزاره الشؤون وخلال 30 يوم لو ما اخترناكوش بالرب يبقى انتم مشهرين وفق القانون. وفجاه احيل المركز الدولي للصحفيين مع غيره. الاخرين اوضاعهم القانونيه ازاي؟ ربما يقولوا، لكن انا بقول لك على تفاصيل مثلا احد المنظمات المتهمه اللي انا عارفها بدقه يعني. اللي هو رئيسها او مديرها المفترض الاستاذ يحيى غني. طيب استاذ جنيدي، كان محور حكم اليوم هو تمويل من الخارج دون اذن السلطات. ده في القانون وضعه ايه؟ يعني حضرتك يعني ذكرت، ما هو انا عايز اقول لك بس ان في تمويل وفي ما كانش في تمويل، يعني المركز الدولي ما خدش تمويل اصلا. ما هو ده الجزء اللي كنت عايز اوصل لك عليه عشان نعرف ان الحكم يبدو انه بالفعل يحمل مطاعن كثيره، لكن هتظهر المطاعن دي امتى؟ لما تنزل حيثيات الحكم. انما من حيث المبدا من المؤكد ان اي تمويل سياسي في هذا الوطن او في غيره من الاوطان هو امر مرفوض. اثنين، اي تمويل ياتي بلا شفافيه وبلا وضوح ودون رقابه من الدوله هو بالتاكيد خارج اطار القانون. وبالتالي هل الاموال التي دخلت الى هذه المنظمات، ان كانت هناك اموال دخلت، دخلت بمعلوميه الدوله ام خارج معلوميه الدوله؟ الاجابه الدوله كانت تعلم، والاموال التي دخلت الى هذه المنظمات وفق اوراق التحقيقات كانت محوله على البنوك الرسميه المصريه. طيب هذا يدفعنا الى السؤال من الناحيه السياسيه، الدلاله السياسيه لهذا الحكم، خاصه ان فيه منظمات حقوقيه ونشطاء حقوقيين بيتحدثوا عن تلفيق قضيه التمويل الاجنبي وان لها ابعاد انتقاميه وسياسيه. يا استاذ لاشين، يعني افتنا في هذا الامر. بدايه برضه احب اقول للاستاذ محمد منيب اللي انت بتسميه جندي بالاسم الثالث، استاذ محمد منيب جنيدي اتكلم على الناحيه السياسيه. احنا يعني طبعا في مجموعه منظمات ومجموعه مكاتب في مصر، انا كنت في حلقه من الحلقات اللي فاتت هنا في الجزيره سميتها اكشاك المجتمع المدني، اللي هي كانت بتتحصل على اموال مجهوله المصدر، ودائما اي انسان بيدفع فلوس بيبقى ليه ثمن. احنا ما كناش عارفين ايه الثمن، ما كانش عندنا زي ما محمد بيقال الشفافيه اللي هي بتاعه كيفيه دخول فلوس ودخلت ليه، والمشاريع اللي كانت شغاله عليها ايه هذه المنظمات. انما في الاخر في الاصل طبعا احنا بنحترم احكام المحكمه ولا تعقيب على حكم محكمة. طبعا انا استاذنك يا استاذ لاشين لان معايا دلوقتي على الهاتف وهو يعني اخشى انه ينقطع الاتصال مع الاستاذ يحيى غانم رئيس مجلس اداره دار الهلال، وطبعا الحكم الذي صدر منه عامين مع الشغل، سنتين مع الشغل اعتقد. استاذ يحيى اهلا بيك معانا. اهلا بيك يا فندم. استاذ يحيى حضرتك فين دلوقتي ولا لا ما تقولش ولا ما نقدرش نقول حضرتك فين؟ لا ما تسالش. طيب بلاش السؤال. استاذ يحيى، طيب ما هو رد فعلك حيال ما صدر من احكام اليوم؟ يعني كانت صدمة طبعا، وخاصة فيما يتعلق بشخصي وحالة يا ريت ضيوفي بس يسمعوا. على مدار أكثر من سنة ونص قدمنا كل الأوراق اللي تثبت كذب هذه الاتهامات. النيابة فشلت في تقديم أي ورقة يعني تثبت بها أي شيء، حتى شهود ما يسمى بشهود الإثبات معظمهم تراجع عن شهادته التي أدلى بها أمام قضاة التحقيق، وهذا مثبت في أوراق المحاكمة.
كان في اثنين بس من شهود الإثبات، واحدة منهم كانت السيدة فايزة أبو النجا، وكان أمام الجميع في غرفة المحكمة في قاعة المحكمة. كانت تقول أشياء عن أنها دارت بينها وبين بعض المسؤولين الأمريكيين، وكان المحامي ليس الخاص بي لأنها أشياء كانت لا تخصني ولكن خاصة بمتهمين آخرين، كان بيجيب لها خطابات رسمية بينها وبين السفيرة الأمريكية عكس ما تدعيه تماما، وحذرها أكثر من مرة أنها تحت القسم، وهذا مثبت أيضا وثبت المحكمة أنها لم تقل الحقيقة. وبالرغم من ذلك إلا أن القاضي ارتأى أننا مذنبين. أنا أحترم بالرغم من كل ما حدث وبالرغم من كل ما لم يقدم من جانب النيابة، أحترم الحكم وأحترم القضاء، ولكنني أختلف معه بشدة في هذا الحكم، ولهذا سوف أذهب إلى النقد، وكل أمل في أن يرى النقد ما لم يتراه المحكمة في الدرجة الأولى، وإلا فإذا لم نحصل أو لم أحصل أنا وأنا بريء، إذا لم أحصل على القضاء العادل فإنني أنتظر قدر الله. طيب أستاذ يحيى، يعني هناك بعض النشطاء الحقوقيين بيشيروا إلى أن التحقيقات كانت مهلهلة وأن قضاة التحقيق ساهموا في التشهير بالمنظمات التي تعمل في هذا المجال. للأسف قضاة التحقيق يعني مع شديد احترامي لهم أقدموا على بعض مخالفات في الحقيقة لم يكن لهم أن يقعوا فيها، بما فيها إجراء مؤتمر صحفي بعد قرار الإحالة، وهذه مخالفة تصل إلى حد يعني مخالفة صريحة للقانون. حتى في المؤتمر الصحفي تحدثوا عن اتهامات لم ترد في قرار الإحالة، تحدثوا عن خرائط لتقسيم مصر، طبعا غير منسوبة، ليست منسوبة لي ولكن لمتهمين آخرين، واتضح أنها خرائط كانت صادرة من لجنة الانتخابات العليا، ولم يعتذر أحد ولم يتحدث أحد عن هذا. ومع ذلك في النهاية أنا الذي حصلت على الحكم، أنا راض بقضاء الله. لكن أستاذ يحيى، هناك من يرى أن هذه الأحكام المشددة تشير إلى أن هناك يعني إثباتات ودلائل، وبالتأكيد المحكمة بتحكم وتصدر أحكامها بما تراه من هذه الأدلة، بدليل أن الحكم امتد إلى حل هذه المنظمات والتحفظ على أوراقها، يعني هذه أحكام تعتبر مشددة من وجهة نظر الحقوقيين. أنا أتفق معك في هذا، ولكن أعتقد بأنه إذا كانت هناك أدلة كما يقال كانت ستبرز، لأن ليست هناك أدلة سرية، الأدلة تبرز في قاعة المحكمة لكي تناقش، ولكن للأسف لم نرى أدلة، وجلسان كانت علنية ولكن أحاديث مرسلة لا يدعمها أي أدلة ولا حتى ورقة صغيرة، يعني للأسف كلها كانت أقوال مرسلة. نحن يعني القاعدة تقول البينة على من ادعى، وهم من ادعوا لم يقدموا على الأقل فيما يتعلق بالشق الجانب الخاص به، لم يقدموا ما يثبت هذه الادعاءات. أنا الذي تقدمت بوثائق تثبت عدم صحة هذه الادعاءات، ومع ذلك حصلت على عمل. صحيح. سؤال أخير، هل صدرت الأحكام وأنت داخل مصر أم خارجها؟ لا، أنا كان منذ شهر كان لدي رحلة في جنوب أفريقيا في مهمة في الجامعة هناك، وهناك أيضا محاضرة في جامعة نيويورك كان معدا لها منذ شهر تقريبا، وكنت أنوي أن أنتهي من المحاضرة غدا في جامعة نيويورك لكي أعود وأحتفل مع عائلتي، لأنني كنت على ثقة من أن ساحتي ستبرأ، ولكن للأسف القضاء ارتأى العكس. أنا كما قلت وكما بدأت أحترم
القضاء واحترم. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. الاستاذ يحيى غانم رئيس مجلس اداره دار الهلال الذي حكم عليها وزاره المحكمه بشانه حكما بالحبس سنتين مع الشغل، شكرا جزيلا استاذ يحيى. استاذ لاشين نعود اليك. حكايه ان الحكم مشدد ده من وجهه نظر المحكمه بما لديها من مش الحقوقيين، وليس الحقوقيين. يعني الحقوقيين ما لهمش دعوه، يعني ما فيش قدامهم اوراق. يعني حضرتك قلت الحقوقيين، لا هم رأوا الحقوقيين رأوا ان هذه الاحكام مشدده، يعني هم وصفوها بانها مشدده، يعني واصله الى اقصى درجه. يعني احنا هكذا وصفوها، يعني الاستاذ منيب قال ان احنا ما قدمناش لسه اسباب الحكم، انما في حاجه عايزين نوصل، يعني نكبر الدايره شويه. بمنتهى الامانه والصراحه، احنا بعد ثوره 25 لازم نضع معايير جديدة للعدل. أنا ما سمعتش كلهم بيتكلموا على كل الوسط السياسي والوسط القضائي بيتكلم على قانون السلطة القضائية. لا، الشعب محتاج لقانون لتحقيق العدالة والعدالة الناجزة. وما هو ما ينفعش هم بس بيتحججوا، ما ينفعش قاضي في دايرة في الدور الثالث يحكم ببراءة في دعوة، وفي الدور الاول بيحكم ب10 سنين سجن. احنا ما عندناش نظام القاضي الثوابت القضائيه، انما هناك من احكام ومبادئ لمحكمه النقض استقرت عليها لاكثر من 80 سنه. دي ما تهدرش، يعني ما تترميش في يعني قاضي مع احترامي الشديد جدا جدا لجميع قضاة مصر. انما لازم يبقى في حد كده، يعني معقول ان احنا يبقى في عندنا احترام لاحكام محكمه النقض بما لها من سوابق قضائيه الناس تقروا عليها. يبقى انا اعرف، انا كمحامي يجيني الموكل بتاعي اقول والله القضيه بتاعتك دي فيها 1 2 3 هيتحكم فيها قد كده، لان في قضيه لمحكمه النقض زي قضيتك اتحكم فيها من 30 سنه بالشكل ده. هما طبعا هو في نظام اسمه نظام الانجلو ساكسوني الامريكي والانجليزي بياخد بنظام السوابق القضائيه بس بالحاله الكيس، انما احنا عندنا مبدا قانوني المفروض لا يخالفه. ما هو وكمان بالاضافه الى ان انا من وجهه نظري هيكله المنظومه العدليه، انا ماليش دعوه بالقضاء بقى دلوقتي، يعني ما ينفعش قاضي يبقى 8 سنين قاعد قبل ما يبقى قاعد على المنصه يبقى وكيل نيابه وبيصدر في قرارات حبس وقرارات اتهام ويجي تاني يوم يبقى قاضي جزئي. طيب انا عايز الموضوع ده متصل بموضوع القضاء. انا عايز اخلص فكرتي. طب انا عايز الربط بين ما تتحدث فيه أيوة وبين هربط لك. ما هو دلوقتي انا شفت وانت بتتلو وما اطلعت على الحكم شفت التفاوت، ليه ده خد 5 وده ليه خد 2 وليه خد براءه وليه خد ايقاف التنفيذ. دي سلطه تقديريه للقاضي، اي نعم، انما ارجع بقى للي انا بقول لك عليه تاني، ان 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 في معهد اسمه معهد القومي للدراسات القضائيه بيدخلوه بعد ما بيتخرجوا اللي هم يهيئوا يعني العمل في النيابه. انا من وجهه نظري ان هو يبقى جزء للنيابه يقعد يتخصص، يبقى عارف يتخرج معهد ده وكيل نيابه لغايه لما يبقى نائب عام او بقى ما يبقاش نائب عام، يعني لغايه الاخر، والتاني يتخصص في القضاء، لان الاثنين انا بعتقد ان هم متضادين وده لا يؤدي الى العداله. نرجع بقى لحضرتك النقطه اللي حضرتك بتقول عليها، التفاوت في الاحكام ده لا تعليق على الاحكام، انا بقول في الاحكام بتاعت القضايا الثانيه، قضايا المشابهه للقضيه دي. ما ينفعش واحد مثلا في شيك ياخد ده 3 اشهر، واحد ياخد 5 سنين، واحد وواحده بتجهز بنتها بوصل امانه لكن هنا استاذ الشين واضح تاخد 3 سنين، وواحد بمليون جنيه متعلقة ياخد 6 شهور. الاحكام هنا متعلقه، انا بتكلم على الاحكام متعلقه بمدى المشاركه في التهمه، يعني في واحد بيتلقى هو الذي خطط كيفيه التمويل وهو الذي تلقى وهو الذي يعني تابع الامور، يعني وهناك من فقط دونها. بالتاكيد الاحكام متعلقه بذلك. انا عايز اوصل للعداله يعني مثلا في استاذ محمد هيكلمنا على مثلا الطعن بالاستئناف في الاحكام اللي كان يجب على مجلس الشعب ان هو يغير من قانون الاجراءات الجنائيه، لان هو اقر كده في الدستور الجديد ان في طعن بالاستئناف. ما مش معقول في جنح الضرب يبقى على درجتين وثلاثه
وواحد في جنايه. طيب يبقى على درجه واحده. احنا عايزين نذهب الى محور اخر لان ما تبقى غير يعني دقائق المتبقيه. انا عايز محمد بيه بس برضه هنتكلم في ده لكن هنذهب الى الاصداء الدوليه وردود الفعل الدوليه حيال هذه الاحكام ثم نعود. ردود دوليه ثم داخل القضاء المصري. سنتناقش في هذا المحور بعد هذا العرض المعلوماتي لردود الفعل الدوليه حيال ما صدر من أحكام في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات الأهلية أو منظمات المجتمع المدني. إذن كان هذا يعني عرضا معلوماتيا عن ردود الفعل الدولية حول أو إزاء هذا الحكم الصادر في شأن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. زي ما شفنا قلق نرويجي وشعور بالصدمة في ألمانيا والكونغرس يطالب بإسقاط تهم هذه القضية وردود فعل أخرى. أسأل الأستاذ محمد منيب جنيدي المحامي بالنقد والدستورية العليا، ما هو تعقيبك على هذه الردود أو ردود الفعل الدولية حيال هذه الأحكام؟ هي ردود فعل طبيعية لأن المتهم والمحكوم عليه منظمات دولية تابعة يعني في مجملها مشهرة في هذه الدول. مثلا كونراد أديناور منظمة ألمانية، عايز أقول لك أنها عاملة بروتوكول موقع مع الحكومة المصرية للعمل من 20 سنة، وهي تقوم بتمويل مشروعات للحكومة المصرية بينفذها الاثنين ما بين دورات تدريبية وتعليمية وتمويل مشاريع صغيرة وإلى آخره. دي كونراد أديناور ده هو اتكلم عليها وزير خارجية ألمانيا، وبالتالي الراجل من حقه يعلق. يعني انتوا عاملين اتفاقية وماضي عليها الحكومة وتاخدوا الناس تحبسوهم بعد ما تاخدوا الفلوس من عندنا، فالراجل لازم يعلق. يعني هو قالك أنا شاعر بالصدمة، فالحقيقة عنده حق في الصدمة. اتنين، الكونجرس هو اللي ادى المعونة الأمريكية اللي بناء عليها قالوا ان اتاخد منها فلوس راحت للمنظمات دي، خد بالك بقى. وبالتالي الكونجرس لازم يعلق لانه بالفلوس اللي اداها وبعتها في ظل اتفاقيه مع الحكومه المصريه السابقه قبل 2005 قبل 2011 قبل ثوره 25 يناير، يعني في اتفاقيه المعونه الامريكيه دي الحكومه المصريه موافقه ان جزء منها رايح لدعم منظمات المجتمع المدني، وفايزه بنجا نفسها وافقت على قيم التمويل المحددة للمنظمات دي. طب انت كحكومة موافقة وعارفة التمويل رايح فين ورايح لأي منظمات وإيه المشاريع اللي هتنفذ في بروتوكول، وفايزة بنجا نفسها قالت ده في المحكمة على فكرة، وقال ده أحد السفراء العاملين بمنظمة التعاون بوزارة التعاون الدولي وبوزارة الخارجية. وبالتالي الطبيعي جدا يبقى فيه ردود فعل دولية. ده ملوش علاقة بالمرة بالتدخل في شأننا الداخلي أو القضاء، لأن هنا أنا ممكن أقف 1000 مرة ضد أي حد يحاول المساس بقضائنا الداخلي أو يحاول الاقتراء على سيادتنا الوطنية في أحكامنا الداخلية. بس إحنا مش عندنا في القانون يا فندم إن ممنوع التمويل الأجنبي إلا بإذن من السلطات. ما هو أنا عشان كده حضرتك ذكرت البروتوكولات. برافو عليك. البروتوكولات أنت دي أنت لما 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 تقول إن دي قاعدة قانونية يبقى طبقها، مظبوط. طب إذا كانت القاعدة القانونية بتقول كده، ده معناه إن لو الحكومة وافقت ما يبقاش فيه اتهام، مش كده؟ يعني ده المفروض. اذا كانت بقى الحكومه موقعه بروتوكول مع أديناور، البروتوكول موافقه على المبدا لكن لا، تنفيذ المبدا وموقع المشاريع. يعني كان معروف ان الفلوس دي جايه لمنظمه كذا. هديك مثال مهم. المشاريع اللي بتنفذ بالتمويل. ايوه طيب. وقيم التمويل، يعني هي عارفه قيم التمويل لانها مقتطعه من بعضها لبعض المنظمات الامريكيه مثلا.
مقتطعة من المعونة الأمريكية اللي المفروض جاية للحكومة المصرية. خد بالك بقى، بحجة دعم الديمقراطية في مصر عن طريق تمويل مشروعات لمؤسسات المجتمع المدني اللي اعتبرت منظماتها الأمريكية جزء منها. وبالتالي الحكومة عارفة وعارفة قيم التمويل وموقعة على الموافقة الأخطر إنها أدت لكل المنظمات دي كروت مراقبة للانتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة، إنها عاملة مشاريع مشتركة، يعني كل المنظمات المتهمة دي اللي صدرت ضدها أحكام عاملة مشاريع مشتركة مع المؤسسات المصرية بدءا من وزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة مثلا ومرورا بأي وزارة الثقافة. بعضهم اشتغل مع النقابات المهنية، الدورات التدريبية كانت بتعقد في الفنادق في وسط القاهرة في قلب القاهرة وفي نقابة الصحفيين. يعني أقصد أقول لك ما كانش فيه حاجة لا في الدرة ولا طيب من وراء الحكومة. أستاذ لاشين، أستاذ جنيدي ذكرك في ربع دي قبل اتفضل. محمد بيه يتكلم بعد إذن حضرتك يا رئيس، مثل مركز دولة الصحفيين ويحيى الهاني لم يمارس أي شيء على الإطلاق. هو ده اللي فيه الكلام، لم يمارس أي شيء على الإطلاق. دي حقيقة، الرجل لم يمارس شيء، دي حقيقة، لم يفعل شيء. قالوا له هات عقد شقة، راح جايب لهم عقد شقة، دول هم اللي طلبوا عشان يستكمل أوراق وانتظر، لم يتلقى تمويل، وده ما جاش في أوراق الاتهام بالمناسبة. يعني خلت كل أوراق الاتهام في القضية إن يحيى غانم خد مليم أحمر عشان يشتغل بيه، أو إن هم حددوا المشروع اللي كان بينجزه. الأخطر من ده لعل الحيثيات يا فندم تثبت، يعني ربما، ما عشان كده أنا قلت لك في بداية الموضوع الحيثيات، أنا قلت لك في بداية الحكم هننتظر الحيثيات. طيب، إنما أنا مطلع على الأوراق، ملف القضية كله عندي دارك وتابعته من طب كده ربع دقيقة خلصت. نروح للأستاذ هشام. أستاذ جنيدي شايف إن ده مش تدخل في الشأن المصري، إن هما كان المفروض في بروتوكولات بين السلطة التنفيذية المصرية والحكومة المصرية وبين كل المانحين دول، إيه المشكلة؟ أقول لحضرتك، هو في بعض المنظمات، هو الأستاذ منيب قال إن في مشاريع، أقول لحضرتك مشاريع، يجي يقول له مثلا اعمل لي مشروع ساعة الذروة في شارع القصر العيني الساعة كام ومين اللي بينزل من الساعة كذا للساعة كذا، دي مشاريع. يجي يقول لي والله أنا هعمل مستشفى في المنيا وقول لي اعمل لي دراسة في المنيا، قول لي الناس الأقل فقرا وعندهم إيه واللي ما بيشتغلوش الساعة كام ومن الساعة كام للساعة كام والفترة السنية قد إيه، يعني بيدخلوا في تفاصيل التفاصيل. ده بقى الجنوح بتاع المشاريع بتاعتهم، بعضها، بعض المشاريع اللي الناس مش واخده بالها. يعني في بعض، واستاذي طبعا يعلم هذا محمد بيه منيب، عارف ان في بيبقى في يعني زي الايه، زي السم اللي في العسل، العسل في السم او السم في العسل. فاه في بعض المشاريع فعلا خطيره على الامن القومي، خطيره على الـ على الـ على الـ مجمع، او يعني مثلا في مثلا بعض المنظمات المجتمع المدني اللي مثلا كانت بتشتغل على المثليين، في وحقوق المثليين، في بعض منظمات المجتمع المدني كانت بتشتغل على التنصير او العكس، في بعض مجتمعات منظمات المجتمع المدني كانت بتشتغل على العري. لكن القضيه دي ملهاش دعوه بتشتغل في ايه، انا ما اعرفش دي بتشتغل. هو كلمني محمد بيه دلوقتي، القضيه خاصه بالتمويل انه تلقى اموال، لكن بيستخدمها في ايه؟ انا عرفت، بص دي كانت ملهاش دعوه بالقضيه. لا دي واحده، انا عرفت انت دخلت 100,000 جنيه، انا عرفت، بس المشروع اللي انت شغال فيه انا بكلمك برضو، انا ما قريتش الورق. انا بقول لك ازاي ممكن. طب خلينا نتكلم في المبادئ، الانحراف في المشروع. خلينا نتكلم في المبادئ العامه، هل انت مع التمويل الاجنبي لمؤسسه طلبه؟ لا، انا ضد التمويل الاجنبي، وانا بقول ان في تجربتين، يعني في منتهى الجمال، تجربه في تركيا وتجربه في روسيا، عشان ما حدش يقول لي تجربه اسلاميه ولا تجربه، لا واحده، في وقف خاص للصرف على منظمات المجتمع المدني، ما فيش ممنوع في تركيا. أفندي بس انت عارف ان الممول دائما هو المالك في الرؤيه وفي يعني، ما خلاص، ما احنا عشان كده انا مش عايز ممول. يعني المعهد الديمقراطي جاي هيمول لي ليه؟ يشرف مصر على الانتخابات. طب ما انا، انت هتمكن السلطه التنفيذيه هنا برضه يا استاذي. ما انا لو عايز انا يجي اهلا وسهلا، في ناس بتيجي ببلاش وفي ناس بتيجي اهلا وسهلا، انما يشترك معايا في مشاريع حيويه، ومشاريع كمان ايه، هي بتبقى دراسات. انا مره وقع تحت ايدي دراسه، بس طبعا مش عايز اذكر الاسماء ولا يعني تخض، دي مش دراسه بقى اجتماعيه ولا دراسه، لا دي دراسه فيها مشاكل كبيره. فانا بقول لك هم بيخترقوا المجتمع المصري بطرق، بعضهم عشان ما يعني ما
انما انا ضد طبعا، يعني عايز العداله تاخد مجراها. عايز الاستاذ محمد كان بيكلمني بره قبل الهوا على استئناف الاحكام دي. لابد ان احنا في سقطه خطيره جدا دستوريه، يا ريت محمد بيكلمنا ويا ريت عشان المشاهدين كلهم. اللي هي ان يجب الاستئناف في هذه الاحكام، مش طعن بالنقط. الخطوات القانونيه بعد ذلك يا استاذ، قصدي جديده دي جديده، لان نص عليها القانون الدستوري الجديد. ومحمد بيه لان هي اتكلمنا فيها. طب اتفضل يا فندم في دقيقه واحده بس اللي اتكلمنا عن الطعن بالنقد. فبعد ظهور الحيثيات وفق الدستور الجديد يحق لمن حكم عليه في جنايه ان يستأنف. خد بال حضرتك، النقد ليس درجه من درجات التقاضي، النقد هو طريقه غير عاديه للطعن، ينظر في الأخطاء القانونية فقط، يعني ينظر ويراقب صحة تطبيق القانون وحكم الحكم، أما ويحكم على الحكم على الحكم. أما الاستئناف فهو إعادة نظر القضية من جديد. أيوة. على المستوى الإجرائي وعلى المستوى الموضوعي. الدستور كفى لإيه؟ الاستئناف وليس النقد. حتى هذه اللحظة لم تحدد دوائر الاستئناف، دوائر الجنايات. اثنين، لم تحدد طريقة الطعن بالاستئناف على أحكام. أشكركما شكرا جزيلا، الأستاذ محمد منيب جنيدي المحامي بالنقد والدستورية العليا، الأستاذ محمد لاشين المحامي بالنقد والدستورية العليا أيضا، شكرا جزيلا لكما. كما أشكركم مشاهدينا الأعزاء، وبعد الفاصل موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميل محمد ماهر عقل. تصبحون على خير.